رأيك بالأسماء الواردة في تشكيل هذه اللجنة يعني دكتور؟ حسن الكعبي، خلف عبد الصمد، يسرى رجب، حسن فدعم، يوسف الكلابي، عبد الله الخربيط، يحيى المحمدي، عبد الإله النائلي، ستار جبار، محمد علي، حسين الغزي. بماذا توحي لك هذه الأسماء الواردة؟ شلون ممكن نفسر وجودها وتشكيلها؟ قبل الحديث عن الأسماء، ليس من صلاحية رئيس مجلس النواب المناقلة بين أعضاء اللجان، لأن هذه اللجان صوت عليها مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز التعديل إلا بتصويت آخر من مجلس النواب. لهذا بدءا لا قيمة لهذا الكتاب، يعني رئيس مجلس النواب لا يملك صلاحية إلغاء أو استحداث أو يعني دمج لجان، لأنه هذا من صلاحية مجلس النواب حصرا، وبالتالي هنا رئيس مجلس النواب تجاوز صلاحياته.